كان بإمكان وهذا ما أصر عليه فوزي البنزرتي في انتظار طبعا الانتدابات وفي انتظار الأسماء التي ستلتحق بفريق الوداد. تفكير من الآن في الأسماء ويمكن اتصالات من الآن من طرف المكتب المسير في شخص سعيد الناصر. نتابع هذه الركلة الحرة الجانبية مرفوعة زوير المتابعة غير تماما في اتجاه لاعب تيغازوي يدخل تيغازوي فرصة خطأ نعم خطأ وإنذار في إعاقة موجودة والورقة الصفراء ستأتي من دوي هنا يحصرها يروضها بالصدر والخطأ الدفاعي كان موجودا وبالتالي ركلة حرة. كورتك هذه يا تيغازوي كورتك هذه يا تيغازوي تقريبا من نفس المكان من نفس المكان فعل تيغازوي في واحد من أجمل أهداف إلا ما قل لأسامة الحلفي. أسامة مرة أخرى إلى الجانبية يعني باستثناء الخمسة والعشر دقائق الأولى شفنا فيها فرصتي للفريق الزياني عاد ذلك شباب أطلس خنيفرة أكيد مع مرور الوقت ربما سيردخول للأمر الواقع نزول اضطراريا إلى دوري